نون خالص. هنا 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 هنا. مبروك يا هنا، انت كسبتي ميدالية. لونها ايه؟ فضي ولا ذهبي ولا برونزي؟ فضي وذهبي. ولعبتي مع مين بقى؟ الناس كانت من انهي بلد؟ كانوا من نيجيريا وتونس. يعني وكسبتيهم. والجزائر. وخسرت من واحدة بس من تونس اللي هي على الفاينل في 15. وانت عندك كم سنة يا هنا؟ عندي 8 سنين. 8 سنين في سنة تانية ابتدائي ولا في تالتة؟ تالتة. تالتة ابتدائي. وسافرتي سفروكي الجزائر وماما ما جاتش معاكي ولا حاجة؟ لا مامي جت معايا. ماما جت معاكي. ماما معاكي النهاردة؟ اه. فين؟ اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. يعني دول كبار شويه، اهاليهم ممكن يعني يسيبوهم يروحوا يسافروا، انما انت هي هنا كان في بطوله دوليه قبل بطوله افريقيا في الجزائر، بطوله تحت 15 و18 سنه وتحت 13 اللي هي الميني هوبس، وهي لعبت البطوله الدوليه ديت قبل بطوله افريقيا على طول، وكان في ناس كتير جدا من اللي لعبوا في افريقيا موجودين. مش دي هنا ولا واحده تاني؟ لا ايوه اللي هناك الناحيه الثانيه. اللي شورت اصفر دي هنا. ايوه هنا دي. فهي لعبت في البطوله الدوليه اللي هي قبل بطوله افريقيا وطلعت الثانيه تحت 15 والاولى في الهوبس. يعني عشان برضو نعرف هي عملت ايه، اللي طلعت الثانيه على افريقيا من تونس، الماتش الوحيد اللي في النهائي اللي ما كانتش مصر ضد مصر كان 15 سنه بنات، فكانت رينات فتحي من مصر مع لاعبه من تونس منال. هنا كسبتها في قبل النهائي البطولة الدولية اللي قبل بطولة أفريقيا على طول. طيب.